بسم الله، الحمد لله، خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، كنا قد وقفنا عند قول المصنف: وعليه من غير هذا الباب تعاللت كي أشجى وما بك علة. نحن في أي باب أولا حتى نفهم قول المصنف وعليه من غير هذا الباب؟ في أي باب نحن؟ في باب المسند إليه. فهو يقول هنا وعليه من غير هذا الباب، أي غير المسند إليه، يريد أن يأتي لك بشيء فيه خروج عن مقتضى الظاهر. والكلام هنا طبعا عن الإشارة، حينما يوضع اسم الإشارة وهو اسم ظاهر في موضع المضمر. قال وعليه من غير هذا الباب تعاللت، هذا يخاطب المرأة البيت لابن الدمينة، تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. تعاللت كي أشجى، يعني أنت سويت نفسك أنك تعبانة ومريضة وكذا حتى أنا أحزن، وما بك علة. هذا من فعل النساء يستعطفن الرجال، تعاللت كي أشجى أي كي أحزن، وما بك علة تريدين قتلي. لأن تعرف أنه إذا المرأة إذا علمت أن الرجل سيحزن عليها ويأسى لها، فإنها تزداد أيضا دلالا في هذا، فتتظاهر بأنها مريضة وأنها تعبانة وحان مجنونة وحان يجيها صرع. كل هذا نعرفه، مر علينا أشياء من هذه لاستعطاف الرجل، وربما أحيانا نيل استعطافه تجعله يذهب بها إلى الرقة، إلى الرقاة الراقين يعني. فهو يقول تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، أي قد قتلت، يعني موتيني وأنا حي، قد ظفرت بذلك. بذلك الأصل أن يقول قد ظفرت به، لكنه أشار إليه وقال بذلك، أنه يدعي أن قتله أصبح كالجسد الذي يشار إليه بالبنان، يقال هذا خلاص القتل حصل، يعني قد ظفرت بذلك. طيب، وإن كان غيره فلزيادة التمكن، وإن كان غيره يعني غير المظهر الذي موضع المضمر الذي هو اسم إشارة، المظهر الآن الذي وضع موضع المضمر الذي ليس باسم إشارة، هو تكلم عن وضع المظهر إذا كان اسم إشارة، وضع المظهر موضع المضمر إذا كان اسم إشارة. الآن وإن كان غيره، غير اسم الإشارة مما هو مظهر ووضع موضع المضمر، فيكون لزيادة التمكن، التمكن، حتى نظم هذا صاحب الجوهر المكنون، معناه تمكين المسند إليه لدى السامع. مثال ذلك: قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد. الأصل أن يقول الله، قل هو الله أحد هو الصمد، لكن أعاد كلمة الله، أعاد كلمة الله مرة ثانية، قل هو الله أحد الله الصمد. يعني لو قلت مثلا زيد حاضر، طيب زيد عالم مثلا، قلت زيد عالم، ثم قلت زيد قائم، تقول هو قائم الأصل، ما تحتاج إلى أن تعيد كلمة زيد مرة ثانية، لكن لابد أن يكون لهذا لتمكينه في ذهن السامع حتى لا يذهب ذهنه أي مذهب، لابد أن يكون مركزا على هذا. طيب، ونظيره من غيره، من غير ماذا؟ من غير المسند إليه. طيب، نظيره من غيره وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هذا ليس من باب المسند إليه طبعا، الكلام كله عن المسند إليه فيما يتعلق بوضع الظاهر موضع المضمر والعكس. طيب، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق نزل أي وبه نزل،
لكنه أعاد كلمة الحق مرة أخرى في هذا، وكله هذا من أجل أن يتمكن أيضا في ذهن السامع. وفعلا يعني هذه الكلمة لما أعيدت بلفظها كان لها وقع في النفس وأيضا في الذهن. أو إدخال الروع، الروع هو الخوف والروع هو القلب والريع معروف. طيب، الذي جاء في سورة الشعراء، هو الشعب الذي يكون بين جبلين، أو يكون الجبل وما جبلان وما بينهما ونحو ذلك، المكان الذي يكون فيه زرع وشجر. أو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة، تربية المهابة يعني تنمية المهابة في نفسه، أو تقوية داعي الأمور، تقوية السبب الذي داعي المأمور. طيب، تقوية داعي المأمور حتى يكون قويا في نفسه. يعني مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يأمرك بكذا. نفس الأمير المؤمنين أو الخليفة يقول: الخليفة يأمرك بكذا، ما قال أنا آمرك بكذا، ولكن قال الخليفة يأمرك بكذا، أمير المؤمنين يأمرك بكذا. أو مثلا في مستوانا نحن أقول: رئيس المجمع يأمرك بكذا. هذه أبلغ من قولي أنا آمرك بكذا، من هذا الباب. هذا قد يكون لإدخال الروع في، وقد يكون لتربية المهابة وتقوية داعي الأمور، كل هذا ممكن. ثم قال: وعليه من غيره أيضا، من غيره الآن أمير المؤمنين يأمرك بكذا، هذا في باب الإسناد المسند إليه، لأنه أمير المؤمنين هذا مسند إليه ما في إشكال، لكن أيضا هو يمثل أحيانا لما هو من الأصل وما هو من غير الأصل. يعني في هذا: وعليه من غيره فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب، هنا اسم، وهو اسم الجلالة الاسم العظيم، وضع موضع وهو مظهر، وضع موضع المضمر. جيد، أصل الكلام: فإذا عزمت فتوكل عليه، ولكنه قال فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. أظن هذا واضح. يعني مثلا لو قلت مثلا: اذهب إلى زيد، فإذا جئت عنده فتغدى عند زيد مرة ثانية مثلا، والأصل أن تقول عنده. ثم قال: أو الاستعطاف، أو الاستعطاف كقوله، يعني كقول الشاعر. أحيانا هذا أيضا من وضع المضمر موضع المظهر، أحيانا يقولون كقوله، وأنت تعرف ما المراد بقوله، ما هو قول الله ولا قول رسوله ولا قول أحد من الناس بعينه، ولكن أي الشاعر، لأنك جئت بعده بشعر. طبعا هذا الكلام عارض الآن، أردت فقط أن أبين هذه المسألة. فقال كقوله: إلهي، كقول الشاعر: إلهي عبدك العاصي أتاك. أتعرفون ها هنا المظهر الذي وضع موضع المضمر؟ ما تعرفه؟ إلهي واضح جدا، إلهي عبدك العاصي أتاك. لما يجي إنسان يخاطب ربه يقول: إلهي عبدك العاصي أتاك، أو إلهي عبدك المقصر جاءك، الأصل أن يقول: أنا المقصر أتيتك، ولكنه قال: إلهي عبدك العاصي أتاك، فجاء بالمظهر موضع المضمر هنا للاستعطاف، خاصة في كلمة الاستعطاف. أنا أراه من جهتين: من جهة أنه جاء بالاسم مظهرا، ومن جهة اللفظة التي
يعني هذا بخلاف ما لو قال إلهي عبد العزيز المقصر أتاك مثلا يعني، لكن كلمة عبدك فيها عبودية وفيها خضوع، فمن هذه الجهة أيضا كان الاستعطاف أقوى. ونقف عند هذه الجملة الطيبة ونستأنف درسنا إن شاء الله في الدرس القادم.